أنا من مواليد 4 مايو 1959، مولود في مدينة الحد، من جزيرة صغيرة جميلة بسيطة، شارع واحد. لك ولدت في المحرق بس أنا من مواليد الحد يعني، وحالي حال أي طالب يعني صغير في بيئة يعني بحرين جزيرة صغيرة نسبيا. كانت دراستي عادية يعني، محبوب من قبل المدرسين، وأنا أحب المدرسين، هم المدرسين يعني، يعني مثل تقول طالب في حاله يعني، مهتم بالدراسه، ما عنديش مشاكل يعني، بسيطه يعني في الشقاوه والله كذا. وكان والله مدرس الحد بعد شويه يعني الساد الله يرحمه احمد بقحوص، كان شويه مدير شديد يعني. اتذكر مره يعني انه رحت وكان شويه شعر راسي طويل يعني، مش طويل يعني، شويه طويل يعني. وصل بالبيت قال لهم رجعوا خلي حلق شعر راسي. المدرسين طبعا معظم اكلهم كل احترام يعني، البحرين صغيره تعرفها ك يعني. حتى كان مثلا عندي صديق واخوه مدرس عندنا، فهو جالس يمي واخوه يدرسنا، لكن يعاملوا معاملة كأن أي طالب يعني. إيه يعني أتذكر حتى يعني مرة ضربة يعني ما عدى واجب، فأتذكر كان جالس يميل يقول إن شاء الله إذا ما قلت حق أبوي بشو حق بابا. ولا كان عندي اهتمام أدش في مجال معين أبدا. صار عندي اهتمام لو دخلت رحت إلى جامعة الرياض، زين حن حاليا ملك سعود، تخصصت فيزياء شوي. هنا في بعض المدرسين الأساتذة يعني أثروا فيني بطريقة شرحهم، مثلا بعضهم اللي كانوا يدرسون فيزياء الجوامد سوليد ستيت، بعضهم كانوا يعطوني مثلا مقررات يعني الحين ذكر أرحم البرجي واحد اسمه الخولي الفيزياء النووية. إيه والله ذكر في بس الأول والله ذكر دكتور البرجي وأقدر الدكتور الخولي، أتذكر والله اثنين نسيت أسمائهم، بس هذين اللي أتذكرهم يعني، يعني من الناس اللي مخلصين. حتى رئيس القسم ما أتذكر إن إحنا كطلاب شفنا رئيس قسم، لذلك لما يجي جمال فحنا استغرب يشوفون رئيس القسم، يشوفون العميد، يشوفون يعني حتى ما يبغوا يشوفون رئيس القسم، يبغوا يشوفون ولا يبغوا يشوفون رئيس الجامعة مباشرة. إحنا هناك رئيس قسم ما شفناه مطلقا يعني، امورك اشياء اذا في اشياء اخرى يعني ماشيها. تخرجت من جامعه الملك سعود، كان تقريبا تعليمي يغلب عليه اللغه العربيه، انا اخذت فيزياء تربيه. لما خلصت جيت هني البحرين 79، اشتغلت مباشره، كانوا محتاجين كليه العلوم الصحيه، محتاجين مدرسين خلينا نقول في تدريس العلوم الطبية، زين في تدريس العلوم، كان من ضمنها عندهم يدرسون كلية العلوم الصحية، فيهم مقرر فيزياء يسمونه علوم متكاملة، فيأخذون فيزيكس، فكانوا يبون بحريني، كان واحد عندهم هندي. ففي نفس الوقت أدرس ودرسنا دبلوم عالي تدريس علوم طبية. وذكر كان معي أمال عاقلة، وكان معي واحدة أمينة حسن، واحدة اسمها فخرية ديري صارت عضو مجلس الشورى، بسمة خوري أخت ما حقوق الإنسان، والله مجموعة. وكان يعني يدرسون اثنين، واحد هندي وواحد ثلاثة يدرسون، اثنين إنجليز وواحد هندي. وكان فترة العميد اللي هو عميد الكلية اللي هو الأستاذ فيصل الحمر، زين لكن اللي كانت ترأس الكلية زوجته ماها الحمر، زين. فخلصيت معهم سنة تقريبا، كنت أدرس تستمتع في تدريس يعني الفيزياء اللي مثلا كانت للممرضين، للممرضين والمرضات في التمريض، فيعني درس الفيزياء ما فيها شيء اللي هو العمق، المعالجة الرياضية اللي هو التكامل، تعرف المسألة أي مسألة بالفيزياء يا تحلها بمعادلات مبسطة يا تحلها بطريقة معادلات تكاملية وتفاضلية. مثلا إذا بتشوف أكثر مثلا ما تحسب أكثر تدفق أقل تدفق الكامل، فتستخدم الكالكولاس وتستخدم الديفرنشال إكويشنز. تميت سنة واحدة
وخلال السنة ذي يعني قبل لا أطلع أني صارت فرصة أني أختار زوجة شركة حياتي، فهي كانت خريجة ما درست طبعا، وخلاص هني يعني وأنا رايح لكلية العلوم الصحية تقريبا أقول أنت كان في جامعة البحرين طلبوا أعتقد الأستاذ علي فخرو كانوا محتاجين، أو في واحد عميد إنجليزي كان محتاجين واحد خريج فيزياء. أنا بعد في الفترة هذه لما السنة اللي قعدت فيها كان وزارة التربية والتعليم يبون كتاب تأليف كتاب في مؤلفين بحرينيين مع أساتذة مصريين عن الحركة الموجية وعن الفيزياء حق طلاب المدارس. فشاركت في تأليف كتابين، وكان في الفترة ذي مسويين مشروع تنظيم العناوين. كان أول ما بدأوا كانوا يبون مجموعة شوية اللي يعني يفهمون بالشوية لغة الأرقام، وكان في الفترة ذي كان أخي ياسر مع الأستاذ إبراهيم الحمر اللي صار رئيس شركة طيران الخليج، كان هو المسؤولين، كان إبراهيم الحمر المسؤول، وأخوي كان يعني مدير مشروع العناوين، أنا هو خريج فيزياء خريج رياضيات إحصاء ما شاء الله. إيه فيعني شجعني أن ألتحق في العاصمة، قال لي على أساس أن أبي مجموعة شوي تعلم الآخرين، يعني هذه تعلم آخرين وبسوي نوع سيرفي تتعامل مع الناس. فاشتغلت في فصل واحد تقريبا بعدين انتقلت إلى، فالظاهر لما ألفت كتابين يمكن وزارة التربية والتعليم يبقى واحد عميد إنجليزي يبدو أنه طلب من وزير التربية، وقالوا والله في واحد كلية العلوم الصحية، فرحت قابلتهم وأنا قلت شوي على أساس أطلع شوي أدفانس أكثر، وكان في فرصة ابتعاث يعني جامعة البحرين كان يبين خبراء من اليونسكو. كان في واحد سويسري اسمه سورن تورنوكفست أتذكره مضبوط، ومع ثلاثة أربعة خبراء من اليونسكو في القسم الذي كانوا هم يدرسون على أساس يحطون مناهج، فكانوا على أساس أن المنصب اللي يدرس فيه يسمونه كاونتر بارت نظير خبير، على أساس أن تشتغل معها تفهم في مثلا وضع المناهج في القرارات في خلاف ذلك، ثم على أساس أنهم ما بيتمون فترة طويلة لما نخلص الدكتوراه يصير إحلال. هذه كان خطة وزارة التربية والتعليم اللي كان رئيس مجلس الأمناء اللي هو علي فخرو، وكان فترته أظن الدكتور إبراهيم عبد الجليل العريض، وكان في واحد عميد اسمه ستيوارت زين، فكان عبد الجليل العريض بعد هو البحريني كان ماسك شيء منصب قيادي تحته. الحين هني النقلة النوعية اللي صارت عندي، كل الأمور عادية أحب الفيزياء كذا، ما كان عندي أي شيء أحس إن فيه مثلاً يعني proud of أوكي يعني عادي. ألفت كتاب سعيد فيه، أدرس الفيزياء أوكي مستمتع فيها، أشوف استجابات الطلبة يعني تفاعلهم، العلم مو متعة ترى، فيه متعة وصلنا لما بتألف كتاب مثلاً تقرأ كتب كثيرة، ف صار عندي من نوع اللي شوي اهتمام وايد. فلما رحت جامعة البحرين طبعا طلبت كلية علوم كنت ادرس، ما حصلت في مشكلة يعني، طلبة كانوا يختارون طلاب اللي ممتازين يعني فعلا ليون جامعة البحرين شارب طلاب يعني اذكياء يعني، مثل ما قلت الاول شوية خلينا نقول درجات ما فيهاش تضخم. فتمينا سنة وقالوا لي روح دور لك ثلاث جامعات عشان نبتعثك حق ماجستير، وثم تروح حق مثلا بعد اخرى حق دكتوراه، بس اختاريت انا جامعه استون في بيرمنغهام. السبب ان البرنامج حلو اسمه يعني Physical Methods of Analysis، الطرق الفيزيائيه للتحليل. شو اللي فيه؟ هي كل ضروب المعارف الفيزياء موجودة فيه، في سوليد ستيت فيزياء جوامد، في نيوكليير فيزياء نووية، في سيرفس فيزيكس فيزياء السطحيات الاناليسيز، في الكريستالوغرافي اللي هو علم البلورات، في عن الكترون المجاهر الإلكترونية، يعني كل المواضيع اللي تدش في التطبيقات موجودة، لأن أستون يونيفرسيتي تتعامل مع شركات كثيرة
بما فيها كان عندهم مفاعلين، مفاعل نووي تجريبي اللي للبحث الاكسبرمنتال، وعندهم اول الكترون ميكروسكوب من اوائل الالكترون ميكروسكوب، حتى اللي واحد مطور فيه اسمه بروفيسور مالفي ما عنده دكتوراه بس هو اللي مطور فيه، وعنده كتاب عن الالكترون ميكروسكوب. الان خلصت الماجستير، قلت حق البحرين ماجستير كان 82 حلو، قلت والله انا ارغب ان اسوي دكتوراه في جامعه استون، ابشر على الطاقه الشمسيه، لأن مع الهيت يعني حق مثلا فوتو فولتاي كان في فترتي يعني والهيتينج وكذا. قال لي شوف احنا عندنا واحد اردني من الاردن خريج بريطاني بس جنسيته انجليزيه، هو اردني اصلا بس جنسيته بريطانية، الله يرحمه توفى، اسمه مازن زين. قالوا هذه طبعا كان يشتغل في جامعه، كان خريج جامعه كنت، وجاي هني يركب اجهزه عشان يقيس الاتنيويشن، التراسونيك اتنيويشنز في المعادن. نعم زين، اتلو تمبريتشر يعني ابى اشوف التوهين الصوتي، الفوق الصوتي في المعدن عند درجات حراره منخفضه. يعني خلنا ناخذها كتطبيقات الطياره، لما تروح مثلا تطير فوق في الاجواء، اذا في مثلا على معدن الالمنيوم الصوت البروباجيشن فيه هل ياثر على الكوميونيكيشن. نتكلم عن الالترا ساوند، هل مثلا في تطبيقات حتى صناعيه لما انت تعطي الترا ساوند اللي هو 10 ميجا هرتز لاي مجال، لاي تطبيقات عسكريه والله كذا، كيف يتصرف المعدن. اوكي فاذا كان المعدن في نوع من الديفورميشن، في نوع من خلينا نقول الانخلاعات بالاسطح، قد يجوز ان البروباجيشن حق الويف يكون ضعيف، يصير ديسكونتينيوتي في التوصيل في اشياء. المهم قلت له الموضوع مش انترست يعني، خلينا الطاقه الشمسيه البحرين تحتاج. قال لا والله لا، ما عندك خيار الا اذا شيئين، يا ان انت تاتي البحرين وتجلس معاه يركبون هذا الجهاز وتتعلم كل شيء فيه، بعدين عقب سنة من تركب الجهاز تروح تسوي دكتوراه في جامعة أستون تواصل. قال أو أن تروح جامعة كنت تروح تشتغل على نفس المختبر اللي هو اشتغل عليه في نفس الأجهزة مركبة هناك، وتعرف الموضوع توبك البي اتش دي مالك يكون نفس الموضوع، يكون على الأقل اثنين، يكون إذا خلص عقده ولا شيء تتوكل، هو يتوكل على الله وأنت تقوم محل يعني. ممتاز. ما كان عندي رغبه وايد في المعادن يعني، في الماتيريال، في الماتيريال فيزيكس كذا، ولا انا ممتع بس ما كان عندي رغبه كثيره يدش على الماتيريال، لكن اعرف انه قد يجوز مفيد مثلا لمثلا شركه البا لما ادش في الميتالورجي، بعد البحرين كانت معروفه في الالمنيوم وكذا. ف خذيت طريق ثاني، رحت جامعه كنت بكنتبري واشتغلت على نفس موضوعه، وحتى نفس المشرف اللي اشرف على هذا البحريني اشرف علي انا زي، وخلصيت الدكتوراه، لكن لا زال عندي الباشن زي. خلصت في 4 سنوات الدكتوراه، على 4 سنوات، فلازم جيت البحرين 86، لا زال عندي الباشن الان في شنو، في الطاقه الشمسيه وعندي في المعادن. لكن صار كان موجود دكتور نبيل شكري مصري مسيحي قبطي يشتغل ويدرس فلك، لا احنا لما جيت جامعة البحرين زميل هو شخصية طيبة اسولف امزح معاه زين، هو تخصص فلك يدرس مقرر فلك حق الطلاب، وكانوا على اساس انه في فترته كانوا مركبين قبة فلكية، يعني كان دكتور شوقي دلال هو رئيس القسم وجابوا واحد فلكي، قالوا خلينا نسوي قبة فلكية، وسووا قبة فلكية. الآن ريت أنا موجودة قبة فلكية وموجود مقرر يدرس فلك، وأنا في المعادن وعندي ميول بالطاقة الشمسية. فكنت أقول له نبيل يعني أنت شلون تحسب مواقيت الصلاة؟ مواقيت الصلاة مرتبطة بالشمس. قال ندخل على برنامج، على برنامج فوكران ونشوف متى عندك كذا وكذا. قلت بس وايد طويلة دي. قال لي ليش؟ قلت عندي طريقة سهلة، أنا أشتغل في الطاقة الشمسية أحسب اتجاه الشمس
وين ارتفاعها وكذا وايد، وليش اروح على الفوتران والمعادلات عندك وايد طويله معقده. فعلمت الطريقه وقام هو علمني عن اشياء عن القمر، فصرنا نشتغل مع بعض. ممتاز. هنا عاد صرنا خلاص انجيج، قلنا اول ما بدا نبدا نسوي مواقيت الصلاه حق البحرين مع تدقيق مع تصحيحات، واسوي حق كل مجلس التعاون. ما شاء الله. فالشيخ عيسى طبعا كنا فتره وايد يعني كان عندي نشاط غير طبيعي بالفيزياء، ندش نشتغل على، كان فتره صارت حادثه تشيرنوبل. اوكي. كانت 86 صح؟ اي. احنا جيد، انا احمد ربي ان دشيت انا 86 قسم الفيزياء كان توه مركب اجهزه كثيره. أوكي. شوقي دلال كان رئيس القسم. وشوقي دلال انسان ذكي مثابر، والمجموعه اللي موجودين يعني بعد كلهم كانوا اكسبيرمنتالست. صار عندنا تشيرنوبل كذا، البحرين هنا كانوا يبون يعرفون هل بيوصلنا التلوث. اي لان صار كانوا يتكلمون عن الفول اوت. اوكي. معناته اذا في ذي، لان في بعض الدول رصدت. طيب يسألون البحرين وصل ولا ما وصل. فسويت دراسة ذاك أخي طالب بروجكت نحسب الألفا بيتا جاما في تربة البحرين على السطح وعلى عمق، وتبين أنه ما في علاقة قوية. أكثر شيء قراءة أتخيلها كان المتوسط أكثر شيء كان 35 بيكو كيوري، بيكو كيوري نسبة بسيطة، بس كنت بشوف هل دائما كلها تشير ان السطح اكثر من العمق، فما يتبين لنا يعني بالنتائج ان العينات اللي ناخذها على السطح الاشعاع النووي فيها اكثر من العمق. يعني لما لو كان على طول هذه اكثر من العمق معناته ان في فول اوت، لكن اذا يبين لك بالعكس اذا هني اقل وعمق اكثر لا في شيء اما واضح؟ اوكي اه لا بين. فاستنتجنا ان ما في، تمنا نعلم بالصحف على الامكانيات وعندنا اجهزه دقيقه. فصار القياده كانت التابع اللي نكتبه. ممتاز. كان عندنا اجهزه صوت، عندنا طلاب لازم يسوي مشاريع. واحد خليت منهم مثلا يسوي عن الاترا ساوند الباك جراوند ساوند نويز في البحرين. أوكي. هل البحرين بلد نويزي ولا بلد كالم هادئه خالي من الباك جراوند بوليوشن؟ لو اقول الباك جراوند بوليوشن معناه لو انت مثلا جلست على مثلا في الصخير ما في احد يمك، الصوت هذا اللي سمع ذي الخلفيه ذي، يعني لو سمعت صوت حشره مثلا او تحرك 40 ديسيبل يقاس، هل السمعه يعني الحين شو انا اتكلم معاك هذه طب درجه صوتي حوالي يمكن 75 ديسيبل. الدش في المكتبة مثلا المفروض الباك جراوند 35. لو واحد سوى شيء حركة بسيطة على طول تسمعه. ليش؟ لأن الباك جراوند منخفض، فأي صوت فوق 35 تسمعه. فالسؤال لو أي واحد في البحرين عطيته صوت مثلا 35 37 يسمعه، 40 يسمعه ولا لا؟ إذا أعطيتها باك جراوند 47 مثلا 40 وهو متعود على باك جراوند مثلا 41 ما راح يسمع لي صح؟ ما راح يميزه، لأنه إذنه تسمع من 41 ورايح، لأنه ربما في هالمنطقة. فكنت ألاحظ لما أسوي التست حق الأجانب يقولك اوه اي كان هير ذس فيري كويك ايزلي، تعطي بحريني يقولك لا ما سمع ما ميز. أوكي. لان ذاك عاش في بيئه فيري كوايت. لكن مثلا في لندنرز يجي لا يقول اي كانت هير ات. اوكي فقسنا طلعنا في البحرين كم الباك جراوند نويز، قسمنا الحمد لله كان يعني في زخم من الاجهزه، وكان بيننا تنافس رهيب بس نظيف. سوينا كتاب عن مواقيت الصلاة على مستوى الخليج، وأمر أبي ربحنا الله يرحمه يطبع، طبعته مطبعة العبيكان اسمه الفترات الشفق، الحين سموا مواقيت الصلاة فترات الشفق في الخليج، خلينا فترات الشفق.
كان أظن بسمون العهد فترات يعني يقولك هل تسوي توقيت صيفي وشتوي؟ يعني لو أنا هل الشفق اللي هو الإضاءة اللي تراها بعد غروب الشمس أو الإضاءة اللي تراها قبل شروق الشمس؟ شفنا إن هذه نص ساعة وديش نص ساعة فتقدر تجدد من الوقت وتأخرها تستفيد من أضواء المدينة هذه الأضواء الطبيعية. بعدين صارت العلاقة بيني أوثق، تبيني أسوي براسي يعني نحسب الكسوف والخسوف إذا في أي ظاهرة فلكية زين. صار القسم نشيط يسوي مثلاً أسسنا الجمعية الفلكية البحرية، كان دكتور شوقي مع يوسف شراوي طارق المؤيد، كنا نسوي برامج مع تلفزيون البحرين. فخلاص صرت أنا خلاص يعني تعرف تحسب الحساب الشمس والقمر سواء أرقب ولا ما أرقب I have to. يعني أنا وأنا كنت أدرس في بريطانيا أتذكر في كل سنة يطلع مع أول يناير يطلع مع الجريدة تايمز يطلعون معاه دليل فلكي عن كل الظواهر الفلكية اللي بتصير في بريطانيا. هذه أو قلت والله إن شاء الله مرت سريت صفحتها قلت إن شاء الله خل على جانب واحد إن شاء الله إذا صار I can do something. شوف في بريطانيا كانوا يسوون ليش أنا ما أسوي حق البحرين؟ فسويت أول دليل كان عندي محمد عثمان طالب أظن، لا سويت قبل، فسويت أي شيء لأن أعرف أنا مثلا في أشياء ما كنت أحسبها بروحي، في أشياء موجودة في الأدلة اللي موجودة عندنا كتاب اسمه المناك شلون أسوي conversion حق حدث عالمي إلى أخليه ينطبق على البحرين. فهذه you have to do this calculation مملة، فكنت أحولها يعني في بعضها تحول بس التايم زون، لا في بعضها لا we have to do more calculation مع التصحيحات. فطلعت أول دليل فلكي، أظن طلعتها في 1994 وتم أصدرها سنويا حتى الآن، ما يمر سنة لازم أطلع الدليل الفلكي للظواهر الفلكية في مملكة البحرين. بديت شوي الطاقة المتجددة كانت موجود عندي، فسويت أول محطة متنقلة تعمل بطاقة الرياح وطاقة الشمس. ما شاء الله. طاقة الرياح وطاقة الشمس وحوالي 1.5 كيلو فولت كيلو وات. وهذه له قصة، كان ولي العهد بين فترة فترة إذا في أي شيء الملك الحالي شيء عنده شيء في التكنولوجيا شيء يوصله يناديني أروح يجلس في البر. ومرة يعني كان عنده الظاهر شيء يتعقب الصقر جهاز قال لي ما أقدر أسوينه في جامعة البحرين. مرة يتكلم عن لما يزور أحد مثلا عنده مارس يسوي يعني هذه الأشياء في البحرين. فذكر كان مرة يشتغل جنريتر فأقول له طال عمرك يعني زين بر هني زينة بس لو يعني الخيمة هذه تشتغل بالطاقات الشمسية والرياح يعني جيد تنفتك من هاي الصوت. قال لي يعني تقولون تسوون؟ قلت إيه نقدر نسوي يعني. قال زين شو؟ قال إيش اللي يمنعكم؟ قلت يبي له تمويل يعني يبي له حوالي يمكن 6000 دينار. قال زين إيش كثر تبي لكم تسوون يعني في المدة 10 سنوات؟ يضحك طبعا. قلت لا يعني بالكثير سنة. قال لا أنت تمزح. قلت لا والله ما يأخذ لك أكثر طال عمرك سنة واحدة بالكثير. قال زين كم يكلف؟ كان فريق رئيس مجلس إدارة بنغاز موجود. قلت يعني بالكثير 6000 7000. قام رئيس مجلس إدارة بنغاز قال خلاص إحنا ندفع خلينا نشوف يعني نلاحقك لوين بتوصل تكذب ولا صح. تحدي يعني. تحدي. طلعت من النوم خلاص I have to do it. فرحت حق الاستراكتشر والايديا كذا في واحد من حاصل من جلينزي يجلس معاه مال كرين ماكرين كان يجيني من فتره وفتره يدري ان انا مهتم بالطاقه الشمسيه وهو كان مهتم. فقلت له والله عندي تصميم كذي. قال لي اوكي انا انت عطني نجلس مع بعض ونشوف شو الاشياء. فهو عنده هناك ورشه سوي لنا كل شيء ويعني محطه متنقله تحط بطاريات تشتغل 24 يعني فيها بطاريات. ورحنا رتبناها رويناها شغلناها الخيام كانت شغلة ضمن تلفزيونين ومروحة وأشياء يعني بس مش مكيف زين ولفترة طويلة وخلاص
شافوها وقال زين وعطوها جامعة البحرين. خذيت أنا ركبت عليها حق الأشغال. كان في بالي إن الإشارات الضوئية تكون تعمل بالطاقة الشمسية. هاي كلام من متى؟ تكلم عن 1996 96 2000. فخذينا هذه المحطة أساس إنه تعرف الأول اللمبات مش LED، اللمبة الواحدة 50 واط، فالعمود مال إشارة ضوئية في ذي الجهة وذي الجهة وذي الجهة وذي الجهة أربعة، وعندك ثلاث ليتات 12، زين 12 في 50 600 واط. أنا اللي عندي المحطة 1.5 كيلووات، يعني أوكي مع أساس بتشغلها 24 ساعة مع البطاريات it will works. فقلت لهم جربوا حطوها زين، لأن يعني الإشارات كان لها كلها بالإيسي مش بالإيسي مش الدي سي. كان عندي إنفرتر، إنفرتر راح يكلف 1500 دينار، لو الأشياء وايد غالية والخلايا الشمسية غالية. الآن ما صدق هاي الأسعار، أنا يعني أشك فيها إيه. ف إلى أول كان أظن الوات الواحد بدينار، يعني لو تخلك بانل في 100 وات ها يكلفك أقل شيء 100 دينار 120 دينار أقل شيء. أوكي إيه لا إيه لا والله لا، بعد في فترته كان الوات الواحد يمكن حوالي 10 دينار. بعد هذه اشتغلت مع الأخ هيثم القحطاني نسوي محطة، قال لي وهيب ليش ما نسوي محطة تحلية مياه بالطاقة الشمسية ما دام انت مسوي ذي. فركبنا الخلايا الشمسية بطريقتي، وهو كان مهندس كيميائي استخدم هاي الريفرس اسموسيس بامبس وكذا، خذناها من أظن من يخت، هو من أحد اليخوت اللي ياخذون من يحولون ماء البحر الى مياه شرب. فالبامب اللي موجود فيه استخدمناه تو ريفرس، فسوينا حق في مؤتمر افتتحنا قدمنا هذه اول محطه تحليه متنقله تعمل بالطاقه بالشمسيه بطاقه شمسيه. فكنا يعني الضيوف يشربون من ماء البحر يشربون ماء من ماء محي محلى. واتذكر كان فتره الدكتور محمد الغتم عسكري هو وكان رئيس جامعة، قال انت سويتوها؟ قال لي اول شيء اشرب انت. قلت ليش؟ قال لا اخاف عندك مرض ولا فيه شيء، يعني احنا مسوين عليها الدكتور هيثم اظن مسوي على التحليل. فشربناها وبعدين هو شرب يعني. وهاي محطة ما ادري وين راحت الان، وين راحت سلمان على اساس تروح حق جزر حوار. لما انا كنت اروح مؤتمرات وايد بلا الطاقة، فقالوا وهيب احنا نبي ندعم جامعة، نبي ندعم البحرين بس لازم نبي جهة رسمية مش الجامعة، نبي governmental. كنت بجيب بجت، فقابلت الشيخ سلمان الخليفة كان وزير الكهرباء، فقلت طال عمرك خلنا نسوي وحدة صغيرة، وحدة الطاقة المتجددة، يكون لو أرادوا أي شيء يتعاونون مع البحرين نقول لهم والله هذه اليونت في كذا، استحسنوا وحسوا وحدة وخلى فيه خالد براشد. كبرت الوحدة صارت هيئة الطاقة المتجددة، تخيل. ممتاز. هذه واحدة اللي مع المحطات اللي ما أنساها. كنت عضو مجلس إدارة بابكو بعد، فضر دخلوا لي معهم عساس نشوف كشلون الطاقة، يعني جات في فترة من فترات هاي سببها إن لما بدأت الشركات العالمية اللي هو تنتج النفط تستثمر في الطاقة المتجددة مثل شل، فقالوا ليش ما نشوف هاي بعد نظر حلو حق البحرين، ليش ما ندخل أحد مجلس الإدارة يكون يوصلنا ان ندش على استثمارات مو بس نفط. احنا النفط والطاقه شريكين مصدرين طاقه يفيدون اي بلد. حلو. ليش الله اعطى الانسان يدين مش يد واحده؟ اعطانا نفط اعطانا طاقه متجدده. فقلنا خلينا نسوي مشروع. كان فترات اظن مصطفى السيد رئيس مجلس اداره كان هو رئيس الشركه، طلعت عليهم فكره ان ليش ما نسوي زيرو إميشن هاوس، قاعة عديمة نفط ثاني أكسيد الكربون، يعني تشتغل ما تنتج أي ثاني أكسيد الكربون، يعني الكهرباء مالته من طاقة متجددة. حلو. قالوا وهي بشام تكلف؟ قلت خلينا نسويك، وفي عندكم قاعة اسمه شيء اسمه
قاعة اسمها دار النخيل خركب عليها. فسوينا فريق من جامعة البحرين برئاستي تعلم يعني شلون نسوي كامن نخليها ك فولي يعني تكون تعمل كليا بالطاقة المتجددة ما فيها أي كهرباء اعتيادية. يعني أنت لما تشغل الكهرباء الآن لما الكهرباء اللي موجودة إيش يصير؟ نحرق الغاز الطبيعي يشغل توربين، التوربين يولد الكهرباء، فالكهرباء طول ما أنت تحتاج كهرباء كل ما طلع ثلاثيل كربون. لكن لو عندك كهربتك بالطاقة الشمسية ما تحتاج شيء، ما في تلوث صح؟ فسووا دار النخيل. وش كان دار النخيل؟ تشتغل 24 ساعة بالطاقة المتجددة، في النهار في الليل تأخذ طاقة الرياح وزين، وتستخدم خلايا الوقود. خلايا الوقود إيش اللي يغذيها؟ الهيدروجين. طيب الهيدروجين وين يجيبه؟ فقلنا حق شركة ألمانية، كان في واحد صديق مع يعني ألماني صارت ما بينه وبينه صداقة، فقلت ليش ما نسوي فاصل خاص اللي هو إلكترولايزر، بحيث إنه لو سوينا حطينا قطبين زين في حجم قطبين في ماء، تذكر تجربة لما تأخذ قطبين في ماء وتوصل كهرباء يتجمع الأكسجين والهيدروجين، الهيدروجين اللي نجمعه يروح لخلايا الوقود والأكسجين نضخه في القاعة عشان يصير فريش إير. فسووا اليونت وتشتغل 24 ساعة. هذه الآن موجودة في دار النخيل. ولما صارت الكسوف العميق اللي حدث في 1900 كان في 11 أيوة 11 سبتمبر 1999، كانوا الناس بعض الأطباء ما جابها بطريقة صحيحة، قالوا لا تشوف الشمس. فالناس فهموا قالك لا خل بالك الكسوف يأثر على العين، فهم اعتقدوا بعض الناس إن لما يصير كسوف حتأتي أشعة وتضرب عيني وتعميها، فصاروا الناس ما يطلعون صح. فكنت أقول حق طبق يا جماعة أنتوا عطيتهم غلط، بالعكس أنت الآن لما الشمس مكسوفة ها الإشعاع الشمسي مالها وايد أقل لأن أنت قطيت القرص مالها، بس إن تتحذر الناس إن لا يشوفون الشمس وهي يعني فضول يصير عندك تقول هل مكسوفة ولا لا، البس النظارة. وذكر سوينا أول نظارة كانوا يحد يبيعون النظارة بعشرة دينار. ما شاء الله. فرحت خذيت أفلام مال إكس راي وعالجت بمادة خاصة وسوينا 7000 نظارة وطبعوها ذكر جزاه الله خير بنك البحرين الإسلامي سعد عبد اللطيف جناحي، مولنا مبلغ وتمينا نوزعها مجانا. وذكر الله يرحمه يوسف الشراوي عطيته 100 نظارة جدامي باعها على محمد جلال بألف دينار. ما شاء الله. جدامي قلت له سارة الحين ما أعطيك شلون؟ قال لي هذه حق جمعية مكافحة السرطان. أوكي. أنا عبالي يمزح، قال لي عندي ترى تبي نظارة عندي نظارات عندي 100 تبي الواحدة بمئة دينار جدامي هالكلام في المكتبة. وراح أنا عبالي يمزحون، قال لي ما أعطيك إلا لما تجيب لي 1000 يا بنظار في 1000 حسابهم، قال أخذ نظارات. قلت له سارة شو محمد؟ سيد يوسف قال انتم ما تعرفون تروجون حق الجمعيه، انا اروج حق جمعيه مكافحه السرطان. وزعناها مجانا وبعدين سوينا بعد عدد اكثر من شركات، فصار كل كسوف شركتي تدعم وكنا نوزع حق الناس مجانا. انشروا خبر ما اعرف من جابوا عنز عينه حوله، فقال هذه بسبب الكسوف. مكتوب اول ضحايا الكسوف حاطين عنز عينها حوله. لا أنا ألفت كتاب سميته التنجيم في عيون الفلكيين. هذا كلام، هذا فسق وكلام واستخفاف زين، ولا يجوز يعني. إنه لذلك أنا أقول أي فلكي يستحيل كيف يربط حياة شخص بكوكب معين، ما تركب، عطني أي علاقة علمية. يعني لا توجد علاقة علمية، ما في أي علاقة علمية، بل يعني الفلك بريء من ما في علاقة، بل أن لا توجد رسالة دكتوراه في التنجيم، لا توجد ولا يدرس التنجيم في الجامعات لأنه باطل، يعتبرون الناس أحد الفنون. يعني التنجيم وربطه بالفلك ما فيها استخفاف ما في علاقة لطول عمرك مطلقا. يعني أعطيك مثلا، هاي اضطريت أن أحط هاي الصفحة ذي، يعني كان عندي طلاب أقول لهم كم واحد يؤمن بالتنجيم بالأعمدة الذي هذه، قالوا لي والله دكتور يعني سمونه
يعني كل واحد يرفع ايده. فيعني اكتب حوالي 60% 70. كتب ما علي. انا اعرف واحد طبعا يدرون ان انا كنت فتره ان خلاص اهتميت بالفلك كذا. كتب عندي واحد معروف في التنجيم يعني ياخذ على كل تنجيم حق واحد اي شخص 100 باوند بس بيسوي لك اياهم مجانا. بس ارجوكم كل واحد يكتب اسمه زين وتاريخ ميلاده اوكي، يكون انا ما باخذه، يكون على اساس اطرش له هناك والعمر واطرش له هو يقول لي بالضبط شنو الكاركتر ماله وش اللي ممكن يصير عنده. اخر محاضره قلت والله تعالى يعني استلمت انا من هذا المنجم كل واحد اسمه يفضل كل واحد يقرا الظرف ما ادري عاد مكتوب باللغه الانجليزيه اذا ما تفهمون بشرح لكم. فكل واحد يقرا بروحه وبعدين بسالكم يعني رفع يدكم كم واحد اللي يحس ان اللي كاتبه ينطبق عليه. واضح لحد الان ما تجي حوالي يمكن 30 واحد. اعطيت كل واحد، كل واحد تبي يقرا. قلت لهم طيب الحين بس ابي ترفعون يدكم كم واحد يشوف ان اللي كتبه هذا اكتب. انا يعني ما اخت انا يعني مو معاه في هذا الراي لكن خلينا نشوف نمتحنه. فرفعوا يد 90% من الطلاب رفعوا يدهم انه مو بيرفكت بيرفكت. قلت معقوله يعني؟ قالوا دكتور هذه بيرفكت كل اشياء صارت عندنا زين. قلت حق واحد طالب قلت محمد ارجوك اقرا اللي عندك ايش مكتوب عندك مانع يعني انت يعني جريء شويه عندك مانع تقرا لي تكت يعني يمكن اجوز ما يصير في اي شيء في حياتك. قال لا بقرا. يوم قرا مكتوب لهم نفس الكلام كلهم. قلت انت شلون؟ انت حط حق روحك انت معتقد معين. وقلت لهم بعدين قلت لهم ترى الابراج هاي تغيرت شوف هني بتلاحظ الابراج ما عادت هاي اللي يحطونها هاي قبل 2000 سنه صحيح. الان الابراج تغيرت لمواليد يعني انا مثلا مولود 4 مايو هذه قبل 2000 سنه الناس ياسين يتبعون هذه قبل 2000 سنه ما شاء الله. الان الاتحاد الفلك العالمي قال لك لا لو صار كسوف للشمس زين في الفتره من 19 الى 13 راح تشوف نجوم الحمل. اوكي تمام اوكي. بينما راح تشوف راح تشوف برجع وليس هذه وليس اللي هو الـ وليس التوأم. اوكي يعني انا الحين مولود مثلا 4 مايو يروحون شو يسوون واحد يروح يقرا انت حمول في اي شهر موجود؟ انا 13 11 صح. خلينا نشوف وين 13 11 انت يا تتبع هني صح وين 13 هني هذا انا في العقرب لا 13 11 تقرا زين. فاذا تقرا برج العقرب هذا الكلام صحيح قبل 2000 سنه بس انت الان من هذا الجيل وين 13 11 وين يدش في الميزان. فاذا انت برج الميزان اوكي فقلت حق واحد اللي يقول لي يا اخي زين اللي قلت لي انا يقول لي انا ما يركب معي اللي يركب معي الميزان. قلت والله العظيم انت يا اخي والله مجرب والله. قلت له مع اننا فيه من العرب شويه. قلت انت حاله مايوس منها اللي يقول لي شكرا يا اخي انا اقول اشوف ان هذا ما ينطبق عليه.